فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها امرأة متزوجة وهي الثانية، تقول لدي رغبة شديدة في إنجاب الأطفال ولكن زوجي تقول هي زوجة ثانية لزوجها ولديها رغبة شديدة في إنجاب الأطفال ولكن زوجها يمتنع عن هذا بالعزم مع أنه ليس لديها أمراض ولا تتناول أدوية، ويحتج في ذلك بأنه كثيرا ما يحصل بينهم خلاف وأنها سريعة الانفعال. سؤالها هل يعتبر هذا سببا في فعله هذا، وهل يجوز له ذلك علما بأنه له زوجة أولى وله منها بنات، فهل يجوز فعله؟ هذا حرام، منع الذرية، منع الذرية والإنجاب هذا حرام، لا يجوز إلا لسبب شرعي، لسبب شرعي لا يجوز منعه كراهية للأولاد أو لكثرة الأولاد أو لأجل تحديد النسل أو هذه التعليلات الباطلة، هذا حرام ولا يجوز. فتبدي له لو تنصحه، فإن أبى تقيم عليه دعوة عند المحكمة وتطلب الفراق منه إزالة للضرر عنها، لتريد الذرية وهو لا يريدها، تطلب الفراق منه إزالة للضرر عنها. نعم.